طبعا لا ينكر أحد من المسلمين ما للأخلاق من درجة مرموقة في شريعتنا، ودين بلا أخلاق لا خير فيه. وطبعا قديما بلورها الشاعر أحمد شوقي رحمه الله: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. يعني الحضارات قوامها على الأخلاق. قبل الحضارات إذا تعرضنا للحديث عن الأديان، تتقدس الأديان بقدر ما تتقدس الأخلاق في قلوب العباد. سبحان الله. لذلك نجد بأن الله سبحانه وتعالى ما اختار نبيا إلا اصطفاه بجملة من المواصفات أهمها أن يرتقي بأخلاقه لأن يكون في مستوى التحمل لأعباء هذه الرسالة. صحيح. فلا يمكن الطعن على أي نبي أرسله الله سبحانه وتعالى في الخليقة. فما أرسل الله سبحانه عز وجل من نبي إلا وآتاه من الأخلاق، ولو نظر العباد إلى أخلاقه فقط لكان حريا بهم أن يتبعوا. سبحان الله. صح. لأنهم لن يجربوا عليه خلقا سيئا أبدا. أكيد. وهذا إسماعيل وصفه الله سبحانه عز وجل، وهي صفة متصلة العرى بجميع الأنبياء: إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. هذه ليست حكرا على إسماعيل عليه الصلاة والسلام، بل ورثها عن آبائه وورثها لأبنائه. صح. فهي صفة مضطردة في الأجيال، إذا خلا منها جيل فكبر عليه خمسا أو أربعا فإنه لا حياة فيه. يا الله. مجتمع بلا أخلاق مجتمع مفكك أو مهدد بالانهيار في أي لحظة. لذلك حرصنا على الأخلاق بواعثه دينية وأخلاقية ووجودية. نحن لا نبشر بهذه الأخلاق كوننا مسلمين فقط. صح. إنما ندعو البشرية كلها، سواء كانوا على ملتنا أو على خلافنا، بأنهم لا بد أن يعتمدوا هذه الأخلاق ليرتقوا بأسماها إلى أن تتوطد العلاقات. لعله إن لم ينفعك بشيء من الماديات نفعك بأخلاقه على الأقل. سبحان الله. صح. مصاحبة إنسان خلوق خير من مصاحبة قريب جهول لا أخلاق له.